أخبار اليوم. حسبي الله ونعم الوكيل وحق ابني مش عايز أكثر منك. بالراحة بس بس عشان ابني بيقعد يحكي لي على اللي عملوه فيه. الحمد لله الحمد لله. أنا ما بنامش الليل أنا ولا ما بنامش. المعايل يتحدف من جبل ويتجرجط في العربية كده ويجروه كده ويزحفوا فيه. الحمد لله الحمد لله. أنا بقوله ربنا ربنا اللي عمل كده. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. وأنا بصلي في الليل وبقوم أصلي أقول يا رب يا رب هات لي ابن حقه يا رب هات لي ابن حقه. وأنا مش عايزة أكتر إلا ابني بس يجي له حق. بس حق العيل المظلوم ده اللي جاي قاعد شهر في بلده ما عرفش يقعد وبالمنظر ده يروح لأصحابه بالمنظر ده المتشوه ده إزاي؟ يروح الجامعة إزاي كده هناك؟ إزاي؟ أنا عايزة بس أعرف إزاي ده بس؟ يرجي مين ده بس؟ الحمد لله. يروح يتعامل مع الطلاينة اصحابه في الجامعة ازاي بالمنظر ده؟ بتشويه جسمه ده وعمال يحكي لهم ده بلدنا حلوة وشرم الشيخ حلو وعندنا السياحة وعندنا الاهرامات وعندنا ازاي هم كانوا جايين له اصلا؟ ده هم كانوا جايين له قالوا هنشان نزور مصر. ازاي ما يشوفوه بالمنظر ده تاني يوم على الواتس اب العيال صوروه يشوفوه بالمنظر ده ازاي بس؟ ازاي؟ ازاي دي بلدنا واحنا لو قعدنا 100 سنه بره دي بلدنا؟ ازاي عيالنا بس بتتعمل فيها كده؟ ازاي بس؟ انا مش عايزه اكتر من كده ان ابني بس يجي له حق بس ان شاء الله.